راح نروح مشاهدي الكرام الى طبعا لندن والحديث عن مباراة انجلترا والسنغال. مراسلنا هناك جمال شاهين ليعطينا صورة عن الأجواء استعدادا لهذه المباراة. صباح الخير جمال. بعيدا عن السياسة اليوم نستضيفك معنا حول الحديث عن الحدث الرياضي الكبير اللي هو قطر 2022 كأس العالم. كيف هي استعدادات حاليا في انجلترا قبل مواجهة اليوم المرتقبة ضد السنغال في الدور الثاني؟ صباح الخير عليكم جميعا. ربما اختلف نوعا ما مع الكابتن محمد. المنتخب السنغالي منتخب قوي جدا كما تفضلت زميلي. هناك 10 لاعبين من المنتخب السنغالي يلعبون بالدوري الانجليزي. حراسة المرمى منتخب السنغالي اقوى من حراسة المرمى منتخب الانجليزي. ادوارد مندي هو واحد من افضل الحراس على مستوى العالم ويلعب في نادي تشيلسي وهو حارس مرمى السنغال. الحارس الاحتياطي ايضا منتخب السنغال يلعب في كوينز بارك رينجرز. مستوى اللاعبين الموجودين في المنتخب السنغالي 10 لاعبين يلعبون بالدوري الانجليزي، 3 لاعبين يلعبون بالدوري الاسباني، عدد اخر من اللاعبين يلعبون بالدوري الالماني. اسماعيل ساره هو احد اللاعبين الذين ينخرطون في الدوري الانجليزي وهو من افضل المهاجمين في القاره الافريقيه والاوروبيه الان، سيستطيع تعويض غياب ساديو ماني. المنتخب السنغالي يستطيع بالفعل مداراة الخط الدفاع البطيء والذي إذا لعب ماجواير هناك أخطاء قاتلة له. أعتقد إذا لعب ماجواير وستون في خط الدفاع الإنجليزي فإن خط الهجوم السنغالي بما يمتازون به من قوة وأداء وحرفية عالية باستطاعتهم إحراز أهداف وإحراج المنتخب الإنجليزي. نعم جمال، ما هي توقعات المراقبين في ووسائل الإعلام المحلية لحظوظ منتخب الأسود الثلاثة في البطولة؟ توقعات المراقبين تشير إلى أن المنتخب الإنجليزي ربما يفوز اليوم بنسبة ما بين 60 إلى 75%. هي نسبة كبيرة، لكن هناك مخاوف من الفريق السنغالي. حظوظ المنتخب الإنجليزي تتصاعد لأنه الفريق الأفضل حتى الآن على مستوى البطولة الذي لم يهزم في أي مباراة. المنتخب الإنجليزي خط الهجوم أيضا لديها أصبح جاهزا بشكل كبير بعدما استعاد ماركوس راشفورد فريقي وهو من الهدافين بالمشاركة مع ميسي، أحرز 3 أهداف. مشاركته اليوم ستكون دفعة قوية للمنتخب الإنجليزي. المنتخب الإنجليزي إذا فاز اليوم فإنه سيتقابل مع الفائز من منتخب فرنسا وبولندا. تقييم المحللين جمال، تقييم المحللين والمختصين لأداء المنتخب الإنجليزي خلال الدور الأول، هل كان مقنع للجمهور؟ نعم بالتأكيد أداء المنتخب الإنجليزي كان مقنع جدا. فهو الفريق الأكثر إحرازا للأهداف، هو الفريق الوحيد في البطولة الذي لم يهزم، أعتقد هو فريق فرنسا لم يهزم في الدور الأول وأدى بشكل جيد باستثناء المباراة التي تعادل فيها مع الولايات المتحدة الأمريكية والتي قيل أنه ربما يكون تعادل سياسي، لكن الفريق الإنجليزي أحرز 9 أهداف، هذا معدل جيد. نعم، مراسل تلفزيون دولة الكويت من لندن جمال شاهين، شكرا جزيلا لك ونلقاك إن شاء الله في رسائل أخرى. شكرا جزيلا.